كما ذكرت، إذا تم في الجزائر اتفاق أو إعلان عن تأسيس اتحاد الكتاب المغاربة إذا بالجزائر، الذي يعد أول خطوة للم شمل المبدعين المغاربة لبناء صرح ثقافي مغاربي يسمح بتبادلات ثقافية في بلدانه. إذا المزيد في تقرير، في سياق تقرير سارة بالحور. في سابقة هي الأولى من نوعها، تم الإعلان بالجزائر عن تأسيس اتحاد الكتاب المغاربيين، وهو الميثاق الذي وقع عليه كل من اتحاد الكتاب الجزائريين التونسيين والمغربيين بعد سلسلة من المشاورات بين قياداتها. اليوم نشهد وضع اللبنة المؤسسة، وهو القانون الأساس بكل بنوده وتفاصيله، بعد جهود دامت أكثر من سنة. القانون جاء تفعيلا لاتفاقية طنجة التي عقدت في 10 جانفي 2015، حيث سيتم رئاسته بالتناوب بين رؤساء الاتحادات وفقا للترتيب الأبجدي للدول المكونة له، أين أجمعوا على أهمية هذه الخطوة التي تعبر عن وحدة الثقافة والشعوب. نحن سعداء الآن في اتحادات المغرب الكبير اليوم أننا نجسد هذه الفكرة تفعيلا لاجتماعاتنا الثلاثية اللي صارت في طنجة في جانفي الماضي وفي تطاوين في نوفمبر الماضي. هذا الإطار الثقافي الجديد سيمنحنا دورا آخر، سيمنحنا حرية أكبر، سيمنحنا قوة أكبر، على اعتبار أنه يضم مختلف الاتحادات المغاربية. مبادرة تاريخية من شأنها أن تلم شمل المبدعين المغاربيين، وتعتبر خطوة ولبنة أولى لبناء صرح ثقافي مغاربي.